قزواني اختير نمشي لهم رساله بسيطه واختيرهم يجاوبوني عليها جزاهم الله خيرا. والقزواني نحن مالنا ضده، هو رئيس موريتان وقطعا ما فات عدل هالشيء سوشو يغير بعد. نحن ما فينا حد كاره القزواني به اللي قاع ما هو مخلوق منكره معدل ومتكايس ومهدر يغير ما يهمهنته صراحة. ذا مولي ما هي له الرئاسة ما هي له، لا يكذب حد على راسه، مد سنتين زايدات عاد لا يتخبط في السنة الثالثة ما فات تقدمت خطوة للأمام. التالي مش يتمرق لنا ذا مني مليارات قريب من 81 مليار هذا المصروف ذا اللي شفنا ورك شي من السراريك اللي وضعكم ذا حيواننا نحن نباتوا في رخلة ما لنا جابرين بكثر من الشعرية ناكلوه. نحن ما تينا هايبينكم ولا تينا محترمينكم. اي رقاش يصد عليك ويطلع لك في بث مباشر والله يكتب لك في التعليق السلام عليكم رانا مأيدين القزواني نختاروا الحاكم المسؤول عن ذا، المسؤول عن ذا والقزواني، والقزواني هو رئيس الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه والمسؤول رقم واحد والمسؤول رقم الف والمسؤول رقم الفين. ذا اللي له يعود مسؤول معه القزواني من هو جدرك مرسول. هاي جميع عمال هو دايرها كامله، جميع تسويت كامله هو دايرها واضح. كل واحد منهم يصد عليك يقول لك اذا اللي يعود هو ما هو مسؤول عنه معناك ما طرصوا عنكم ولا عبد العزيز. انتم ما راكم قلتوا ولا عبد العزيز ما كان ساكن في وزاره والممتلكات كامله اللي يلود لها وذي الفضل اللي قلتوا انها قاجه مسؤول عنها وزير الماليه وزير الصحه وزير الداخليه وزير اسمه. اللي يعود شخص الرئيس حرام عليكم حلال علينا، اللي يعود رئيس الجمهوريه ما يقدر حد اسمه. انتم مع المعلم ما طلع بكم التصفاق تقولوا نحن الرئيس راهي زين عندنا نزاهته وانه له باذن الله تعالى يحاسب المفسدين. مفسدين من اللي يحاسب؟ اللي حلوا عليه هو حرموا عليه ولا عبد العزيز شنو؟ انتم ما تحشموا؟ شتو انتم الصفاقه وجوهكم تنقرد؟ لماذا ولا عبد العزيز يعود درك يضايق مازال ومحبوس ويمرقوا منه الاصبع على ملت شي مسؤوله عنه موريتان كامله كانت؟ ورغم اني ماني مع ولا عبد العزيز قال هذه حقيقة لا غبار عليها. انتم قاعد لا صراكتوا ذو سنتين، انتم لين تزيد انتم هذه خمس ايمان لين تكمل وتنجبر مواطن موريتاني حامل الجنسية الموريتانية حرقوا على بويه اللي ما تعودوا تبيعوا كلانا وتتبرعوا بعينين المنظمات ثاني انتم اللي الفضل اللي تسقلوها باش اللي تسقلوها فيه شنو؟ جائحة كورونا انتم اللي شريتوا فيه شنو؟ لا يعطيكم بيد مليان ولا واحد يسلف له. الدواء مصدق عليكم من كل الارض، الكمامات مصدقين عليكم لا واضح خليتونا بالكذب، اللقاح مصدق عليكم، باتشين جفل تصقلوا به، الله يعطيكم اللي لفضاحة حجت لك. قد شفتوا مادة في القرن الواحد والعشرين، متباركة تكافح، جائحة بوش من جفل، يلي يعطيكم وضع الست لتقلبها الود. كانكم قد شفتوا مادة في جائحة، الناس قابضة الطيارات والسماء والتراب والأخصائيين، وأنتم متباركين مع كاس من جفل، ويوقف والي كبير ويجوك حد جد الله، ويقول لك نحن قبرنا المعدات في مراك صابون، هذا مالو مشروع قد نعطيها نمولو انا قاعد نفسي عود ما عندي باش نتعشى، يا صابون وبوش من جبل. معناها انكم انتم حيوان ذا الشعب منين قستوا اللي يعطيكم الوضع فالتنا منين قست؟ نحن لا يتم ولا تمادونا اللي يكشحكم، لا واحد طالع واحد قال كيت الاسعار. يلي يعطيكم الفضاحة، انتم الفضاحة ما تدرون ليش انتم ما تنفضحوا لا تحشموا، وجودكم ما فيهم الدم. انا بعد شخصيا لا نقول لكم من ذني منبر. انكم عالم مولانا اللي خير فيكم الموت من ذا اللي ماشيين فيه، شعب فقير ودولة قنية بالثروات ويعاني من ابسط الامور الماء والضوء والصحة والاسعار. ثانيا الراعي في واحدين من التجار معدلين اضراب عندهم الحق. لا نقولوا انا من ذا المنبر انتم تباركوا الله معاهم خالق مولانا التحتانيين ما تقسوا اللعب اصحابكم كل نهار يطوجنوا معاكم. منين دولة في العالم الدول الفارقة علينا فترة الجائحة تمشي تدور رسوم جمركية على المواد الغذائية سابقكم انتم اللي يعطيكم الفضاحة. انتم التاجر الطريقة اللي له يخفض بها الأسعار شنو هي؟ فرض عليكم تقلوا عنه الضرائب، هو قاع مكسور عمر السريري كيفتكم انتم. وإذا كان الصح حق ربوا البيت اللي الطاب اللي داربون والله اللي هي هي، فشيمتهم هم أنهم يعودوا عدلوا بنجة كاملين والله ما نعرف شنو، مضمونه. قلت لكم من الصحبة والداخل كي البرد، هو شنو الخرق اللي ما تجاوب واحد منه يمشي لك الصبع. انا قاع ما نمشي له خمسه يدينا لا نجاوبوا بواحد من اصبعي تيتلفن لي على الخاص. انا ماني صاحب هذا الخلق ولا عاد صاحبك انت واحد يراعي فيكم عدل الجيركت ويتلفن لك هو الخلق شنو السطل يقلع عماتكم ان شاء الله. انت لا قاش تراعي فيه معدل البث مباشر تتلفن له الله يقلع من الخلق ان شاء الله. والله لين ندمنا عليكم رجعت من عنده ولا ولا يتصلوا معايا ذو الفيسبوك ما بطوا فيا سلسله. على كل حال لا نرجع لموضوعنا اللي يعطيهم هم الوضع
شفت التجار في العالم كامل أغلبية الشرائك المنتجة للمواد الغذائية قافلة، هذه حقيقة لا غبار عليها، يعني بهذه الجائحة وياسر من المصانع توقفوا، وانتم بعد هذا تصقلكم من التلفون، انتم ما تصنعوا شيء، يعملوا لك المصالح كلمة طيبة، ما هي عندكم، ما عندكم شيء تصنعوا في السوشيال، ما عندكم كشفاء ذاتي ما هو العادي في الجف والتلحليح والنفاق. بالتالي مشي شفت بعض المدونين وبعض الصحافة صحافة أبيع نفسي هذا، ومشكلة صفاك الدولة كاملين شوينين، هو مولانا يعطي الشين قالوا القبول، خالق نعمة يعطيها مولانا إن قالها القبول، تعود بعد كا أنت تدخل الأخلاق مونك قد حد جاب لك شي من الناس أعطاه المليك عنه بالقبول في حظه، وش من الناس مولين كريك قاعد إلي قديت تقلو، أنا الخرق شفت يصف قلو القزواني كامل اللي ما سوهم واللي مخلوق مولانا قاعد بلو صفق في الارحام الطفيل السقير اللي ما نعرف شنو وجهه كيشبه منحرف سقير يكشحك مع عجلك على التلحليح ما في التخبط تاع 20 سنه انت تلحلح ايه روالكم ياسر من العجل على حجير البوجه انت مانك عاطي راسك امل في المستقبل مازال قدامك يا مخلوق مولانا انت الخيمه منها ما فيها حد قد صد على جيت القبله ما نعدل انا جيركت متى تلقي لي المحاضرات تفهم عني نوفي لي خمس دقائق يجهزك بالخير الله يطول عمرك يصل الطارية لك ما نعدل انا بث وما يراعوا فيك عود يضبطوا مارتك يطيرك لا انت وني نطير لا تنزل امي اللي نقولها لك على كل حال صفاك الدولة هذا مستقرب من عمر بوين كتبوا رئيس الجمهورية خارق له خارق له تو يذنوا عليه شخص الرئيس وقالوا ما هو مسؤول عن الامور التخلق هو من لا يعود مسؤول عنه اللي يعطيكم الاسرار الاعمار ان شاء الله اللي لا يعود مسؤول عنها من يعود رئيس الجمهورية ما هو مسؤول عنه معنى نقول عبد العزيز أطرسو نحن لا عندكم مواربين واحد قفلوا لنا على القزوان وقفوا هو حكومته كاملة وتعود فم عدل وكل لقى اشكال خمس وقيات لنا جبروا قياتنا من انقاس ونحن ما نعطيهم لكم ولا انكم ساوينهم لنا وانا بعد قرأت شي منهم ما نعطيها وكل مواطن حرف راسه فم واحدين قاع سولت عنه القزوان نهار فايت قال انه عنده عرف يقد جهود نحن راعوا فيه بصقعته ويراعي فيه بعرفه وكل يتمسح عنه جهه واحد ثاني قال لي نهار فيت ها راه هو لك صالح من صالح انت وفوق ها قلت لكم ناس لا يتعشوا عن الفيسبوك ما فيهم حد ها ما فات بس النار ايش نعرف مدت بات في الشدايد وفي البحر وكب عليه الموت عقب عشان تكل عليه خوتات بعد ما جبناهم ها نسمع مرتين هاي التربينات هاي تقدر تسمع على مرتين وعلى خليك لي لا يطيح من هش انا ما تي نراو شي نتعشى وما شي عمنا في البحر وحصلناه الاسعار ما تجوك ما تحد ما بيننا معاهم ولا احترام ما تحد قد يتعشى ما هم الشقال عمن البحر يقولوا اخبار خبر السواحل يابسه مخالف مولاي المسيكين طيب دول اللي ضايقوهم خبر السواحل اللي تقول لهم شنو هو الرئيس اللي ضايق والوزير ضايق انتم دائما ترصوا لا على الناس الضعيفين واحد نهار فايت قال لي انا اهل البوليس يرتشاو هو اللي هم في الدوله ما يرتشى من هو جات لكم ولا انا ورسول مخلوق مولانا يخلص 70,000 والله 80,000 ولا يروح له معه الله دمو الخيمه اللي هو فيها ما في حد قد توفى ما هو بيته في الخلا نحن وقياتنا منين هو يقولها حق حق ويطلعك معايا في لايف تو مشكلتكم اهل الفيسبوك انكم لا له على كل حال للاسف الشديد باقي في هذا التلاعب اللي يعدل بالشعب المرتان صراحه يبقى فينا حتى التلاعب الله يوضع على الفيسبوك وقع مشكلة انهم كاملين عادوا شيء ما وعدوا 20 سنة اللي بعد رأيالكم ما قرفت لعدوا ما تقود حامروه رأيالكم قال لك واحد الحام وشقمة من البن بالوضع اللي هي على كل حال اختاروا نعرفوا ميزانية الجاي حول انقاس وحد لين يمشي ويشري اللي في العالم كامل من المعقمات ما ولا يسقل فيها مليار ولا ولا يسقل فيها 100 مليون ها تعرفون يقبض به مولانا يا اخوتي ها والشباب اللي تراعوا فيهم انا الليله فايت اطلع معايا واحد في ديركت ما علمني مولانا بشهاده ما هي عنده الحقيقه الوراني ها والشباب عادوا شم الكواسه كاملين ومتباركين مع شم الكوله لا يتحاسبوهم وتخلصوا انتم اللي بيكم التبنضي انتم باتيني الصحق حفظ الموجود ولا طلب المفقود ثم يلين اللي كاتل الجوع ما هي رايش تاكلوا وانتم بكم تشعشع عليه تخلصوا الدين لا كي كذبتكم نهار فايت ديون
خلصناه ديون كذا وكذا وكذا، والكويت كذا وكذا، راي كتبتها لكم الكويت انها ما عفات عنكم الدين، انها لا مصالح، انها لا مازالت تحلبكم كي بزازي الكلب، الا تبارك معاكم مط مط. انتم مشكلتكم كاع هو المشكله كاع عند المدونين اللي عندكم الصحابه، وشفتهم بالحترول الله بالحترولتين يقولوا نحن لاهي نعدلوا ان شاء الله تعالى روايه للتصدي على الشائعات. يلي يقلع عماتكم اشكو مني انا، لا نقولها لكم شكون يا ناتو، راني طالب منكم قفلوا علينا نسلكوا بعد كاع خوتي، نجبروا شنو ناكلوا نستراحوا من الصاير بوش دلوين ما تينا نقدر نشوفوا. كنت محظور بعد، كنت محظور بعد كي ترجع دلوين عندنا نشوفوا اللي عند الباتشي واحد منا دين يعود جيعان يوقف عند مولاي البوتيك ويسوم ذاك اللي راه فعلي ويجيب تساكنين وتلاوي حبايب دوك بكاكط الشعريه وياخذوا التماش. الناس ما تعاد تعيش، ما هو اللي عاد تصدق ولا تحجب ولا تقلع ولا تحوص، هي الحقيقه الوراني. ونفس الوقت يقولوا لك نحن لهي نعدلوا روايه تصدي للناس اللي تطرح الشائعات اللي ما يخالكه، شائعات منين يقلع عماتكم؟ احنا اختيروا نعرفوا الشائعات، انتم دورهم نقول لكم انكم نيويورك، والله انكم السما الساده، والله انكم في المريخ، انتم ونحن هون في موريتانيا معاكم. انا ماني الخلق اللي كله قاعد فرد ثاني، انا اللي نقول لكم نقولوا فترتي هون، فترتي ماني هون، ما نتكلم كي شفتوا ذوك النهار، يا غير ذا واقع ملموس، هذا واقع ما يقد حد يسطر عليه، والله ما نبقوا نعودوا قاعدين في ذا ديريكت. يطلعوا لنا شي من العصبيه اللي كل واحد منهم يشير خلاق هو نامس وتضحك ويقول لك شي ما 20 سنه اللي يعطيه المنيه 20 مره وكل دقيقتين مقطوع منه فيديو على جهه. دي الحقيقه الوراني، وهون طويل العمر معايا ما نعدل فيديو مره هو اللي كيتي الخالق من حد يقطع كي حد عنده مشاريع، وده ما هو زين عندنا. انا رانا لكم خلانا وعندنا حياتنا الشخصيه غير نعرفوا ذا المجتمع فرض على حد يتكلم فيه. الا بقين قالوا مجنون ولا بقين قالوا فيسب ولا بقى ينقال انه مقصور ولا بقى ينقال انه مشهور. هذا مجتمع مات يقبل في القرن 21 ان فينا حد يتقاس عنده ويسوى منهم. الا بقيتوا تقولوا لنا فيسدين مجانين زرق معدلين مصنعه، ذا ما هو ذا مات يقد يسكت حد عنه عاقل. حد فيه ذره له رحمه ويبقي المجتمع الموريتاني يعرف ان موريتاني عاد تفاصله فينا نوقفوا كاملين ونعارضوا عيش لا يهدد سلامه المواطن خصوصا في لقمه لا هي وكله. ونحن ماتين ندورش من التهديد، نحن عاقبانا جايحة وجانا مخلوق مولانا ومساعد عاد عليه الحكومة الموريتانية ونحن في كعلونا عليه. ما يبيت حد مجلس الوزراء بوش من الليبر ما صبح له بطن كوكا بل هم كوية في العرقوب بهم مثل الله. الحقيقة الورانية الطريقة اللي نقدو نسكتو بها شنو؟ ولانا قاع ساكتين انتوما لا فويسدين انتوما لا اللي نقول لكم حد انتوما علاش ما تسكتوا قولوا له مالنا ساكتين. حنا نقولوا للرئيس مع نساكتي حنا انت وقفت لنا في الحمله ديك الساعه وقلت لنا الشباب لا تسكتوا تيحك لكم صقعتوا حاجه لكم قبيل ما مضاك وقف لكم. وقال لي راني طالب من الشباب كامل انه ما يسكت وانه يقول يبقي والدهر دهر الديمقراطيه هو قبل اركبوا له عليها. لا راني عيط لواحد منكم وكيل جمهوري والله وجرم نقول له اسمح لي انا يوني لا بيخلق والقزواني قال لي اني انت من نتكلم ايوا القانوني بكي والله حق والله ياك لا تعمرش دوك يا اخبار المشوي انتم عرفوكم معكم ملائكه انتم بشر جايين دي موريتانيا لا يتبنوها معاكم جايين لا يدخلوها وانتم حشت اللي ينتقض شي من السرارق الحمر اللي تسرقوا من عينك حالها ما يطرح حد حداك ما راي ما نقبتو معناه انكم انتم فرض عليكم تنتقضوا ممتلكات الدوله من انقاس كل دقيقتين جايبين شي من الارقام يوجع القلب شي من الارقام ما يقدر اجي يكتبوا مرجناش صايب لعباتكم كي حد مجمع عنده اسم كل قطعة ما رجل وحده خوتي انا قاعد في الفيسبوك ما تتصايبينهم انا بالي لا شو الحوت مدى بيته بوج بوج في البحر لا قبل كل ذوك مخروق مولانا انا راه دموس اذا واحد في الشر لا حرك بنياتكم قلت لكم قاعد شيرتو كي صاحب المشوي استغفر الله العظيم. المهم ان هذا مخلوق مولانا اللي قال له كوكا انا مسميه لا كوكا بيدي ما يدير حد حداه اللي بن ما اصبح له كوكا. يلا تفقرشوا معايا الشباب ويوكمها الحمد لله تحركاتكم وكلامكم على وسائل التواصل الاجتماعي يوكمها الحمد لله بدا نتقدم خطوه الحمد لله للامام وين عتن الشعب عاد واعي رغم اني الحمد لله قد شفت لكم وقفه
ما شاء الله وقفة أبطال ذيك القطعة عدلتوك ونهارات على أخبار فلسطين، خليتوا ما شاء الله نعايلكم فم كاملين، وذاك إن دل على شيء يدل ما شاء الله أنكم المرة الجاية تقعدوا تخلوا الليل على وحدة، وذاك بعد تفقريش أنا اللي شفتوك نعايل بقاو فم مفتاح بهم واحد صاحب رباخة عرفت أنكم يا رجالكم شي، ومنادم طالص لحيته صاحب الدعاة ونحن والله أكبر قال له أكبر أكبر خليك كي نكرع أنت ماشي. الله يذكرني بتهداد اللي رينو عليه من ادم يحرق بيك وبي وبي ذاك ذي القانون ذي مخالفة ذي الكلب قام وطفه في مش قام تالي عاد الله ساكتين مش هو قال ليه سنادرا حكمه ذاك من ادم سارك عليه ما يقوم عند المخالفة رد عليه من ادم ايد وقام تالي وسب شا سألين تخطى شا سعد على صاحبه قال له انت تعرف اني عندي سنترموار انت ما عندك مولو بعر عراجت تالي ترق بيدك يطيح وجهك الى مكبك خليها كذا من التفيت تروح على والراعي ثم خلق ولان الثاني اللي معاه المجنون الثاني اللي داش كي حد عنده شي مدقنا مصيف على الباطن در در شمال عشرة اش علي رات علي رات تو علي رو وهم اللي مساكين قال لك وراء كل رجل عظيم راه هو اللي العاد جنون ما يدور منه شي تطلع له عياله وتقول له النصر سيد الرئيس لا تقول هاني لا ضره هو كل قفطان ويا احمد الوالد طفى عليك ما يقول لك تجي تشوف المجاري كيف تنحلم انت يا حاج باقي اللي صار عمرك في المنتر مباشر مش لا يترشح رئيس عقب عاد صندري على كل حال ارجعوا لنا لموضوعنا انتم عشاكم ليش حق شباب قلت لكم لين عدلكم اللايف داركم يعني عدلكم دارك لايف ان شاء الله مطرح يعود لباس به ان شاء الله تعالى ومولاه عينه ما فيه بلة لا يعدلكم دارك ماني باطي باذن الله تعالى دارك لايف خارج منه ولا الجوع الحال والتعشى ورا لا رد لين عدلكم لا بنادم يقول شنو أنا ما عرفت نختار نجاوب الطفل هوني قالوا زيدان وظاهر لي إنه من ذوك المسرات اللي لابد حد يزيدان قال لي أنا ما عرفت جماعة الرقيبات أنا واحد منهم اللي نتكلم معك ما يعتبروا أنفسهم موريتانيين وميولهم دائما للصحراء الغربية مع احترامي للإخوان الصحراويين هاي رسالة وعدتني أنا اللي كنت ندافع عن قضية الصحراء لا واضح وما زلت ندافع عنها به لي قضية الصحراء ما يقلعني منها اللي عدتني موريتانيين نوقف مع قضية عاجلة أنا خلقتهم وبويا وبوذاك وبوذاك كيل خطير والعندي من حد متوفي في موريتانيا متوفي يدافع عن موريتانيا وموريتاني حتى النخاع يقير فرض علي أي قضية عاجلة نوقف معها يوقي ولاد عمي ظهري لا واضح ولاد عم نحن اللي ظهرنا انت قد جعوده ما مفرض عليك ذي الحقيقة الورانية لعل تعود شاكلناك لاغزنا والله شي يسوى شو ولا هي محشمتنا ان من اهل الساحل كابرين بها حتى وبارقتنا وزينة عندنا ولا علمني مولانا بشي قد جاب رقني قاع ما هني نتحمج لأهل الصحراء رأيالك بارقتني حتى اسمع وحد اسمعهم لا يرسل له مولانا مزبي له نقولها لك وراه فات اسمه ولف وفات اسمه واحدين ثانيين وقشرت منين عدوا لك يلبصد وذا النوع ينقالوا تو ذا النوع ما ينفع فيه ما هو الدعاء انا قاعد هو مرتب انا ما لي ياكل خرق اللي مدي ليته واحد يطلع اصله لسانه لا والله كرعي له واضح لك احنا مواطنين مرتانين وصل بعد ما عندنا باسبور الامريكي يحميك في كل بقعه من العالم عندنا شيء من التواقط مع تلحق السنغال ما دار فيك واحد كريك ومواطنين موريتانيين بما في الكلمه شي بمعنى يا غير قرعتنا من اهل الساحل ما لنا زاركنا ولا لنا عاطينها ولا لنا بايعينها واضح لك وبالنسبه للرجال تعود لها مواقف مع اي ركاج مظلوم يسوى منه سياني في موريتانيا راكم انتم مواطنين موريتانيين وقلتونكم موريتانيين حتى من فيكم قد يحل فمه ما تكلموا عن الظلم اللي يجريهم كل نهار ما تكلموا عن المأساة ما تكلموا عن اماتنا وباتنا واهلنا ما تكلموا عن دولتنا هذه اللي فيها هذا من خيرات مولانا وما زالت تتعاني والله هذا مقازنين وحدين فيهم دائما شوف اني انا عندي ميول للشعب الصحراوي عندي بعد ميول للشعب الصحراوي معهم ظالمين ومعهم مظلومين وش قال على حق وي انسان ايا كان فيه نخوه ما يقد يعود معه مع الصحراويين اللي الصحراويين دمنا ولحمنا ولاد عمنا والصحراويين نحن هم رسلنا عليهم ظلما وعدوانا لا ناقه ولا جمل دخلتنا الحق المقرب في حرب اللي كان يلا نرعف نحن فيهم ما هم الجزائريين قمنا وعدنا هم اشد لهم الاعداء
وهذا يلا نعود واحد منا حرموا لنا مازال الى راك يعود باقي فيه ذاك الخطا. ذا اللي قد حد يقول مال به يبقي به المغرب على الصحراء شن هو جات لكم رسول. اول دوله رفضت استقلالكم قدام العالم كامل المغرب 12 سنه. اول دوله كانت اللي تحت لكم 1963 المغرب. لكان ما ابديك الساعه ابو مجين من الجزائر تعودوا في التوارك عدوا دايرينكم تحت رقبتهم. يعني تناقش مع واحد منهم يقول لك نحن ترابنا حتى نهر السنغال. لا واضح. ومازالوا الى راك يقولوا لكم موريتانيا ديالنا. ورفضوكم من القمه العربيه ورفضوكم من الجامعه الافريقيه. لا واضح لك. ذا اللي راك قد يعدى المواطن موريتاني حرموا لنا يختار مغربي عن صحراوي شنو نقدو حد 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 خايف هو ولا عنده جراء قد يعود حياجي قال ما نعود نلقاز لا رقاج ولا نفلش لا رقاج جسومهم. وقضية الصحراء ما هو اني انا عندي قرابة منهم عندي حتى قرابة منهم ولا يمدن كستني بالغتني حتى عندي من قريبين اللي نختار عنه تجي كعوار غير هما بعد قرابتهم راني حايز شنو؟ بويا عملك تتكلم معاه انت جايب لي تليفونك وكان تم ساعه على خريبت وانت بكلي هاك احكم بويا تكلي ياسر صايب تاع ويلي انت كنت شفت انا قاعد عند الديريكت واحد جاي جيب لي موس وحبي جيب لي موس وحبي الله يعطيك الصلاه على العمر رجعت لك العدو لا 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 نقلع حالك انت خلاص الحوت من الحق قاعد باش راس السنين اللي طلعت عني حديدك تقطع وخيرت بكم على كل حال حركت كيف انا حق والله حركه ما خاسر عليها شي شفتهم جزاهم الله خيرا شفتهم اللي ياسر من الناس عاد يلعب دور العنصريه على وياك ما هو يا الله ياسر منا شفت واحد منهم يعود يبقى يعدل اسمه ولا يعدل شيء سوى شنو يتبارك لنا لا نعلم. موريتانيا هي تصلح لا ليكرد بيران وللداه والعبيد بل اني لا تصلح. اصلح حق. ها واحد هون قال لكم موريتانيا لا تصلح لا يحكمها بيران وللداه والعبيد. قال لكم انها لا تصلح. بكري. كامل وفو لا على التجمار كاع راهم فهم الثاني رايهم ايش ولا على التجمار خلوا عنكم الامور الثانيه تسقلت من نقط هاي بلعت هذا خاف اذا ما ريت حتى البحر حامي عطيني بحر حامي من نقرب حامي من مرقب ولا كان جماعة الليلة جات من السحاب ما بين البحر ما يخلو زرقنا السلام عليكم ورحمة الله. على كل حال على كل حال لا هنا رجعوا لأخبار الأسعار هذه وأخبار إضراب التجار هذا وأخبار اختلاس الأموال اللي خلقوا اللي مرقونا بين بعض وما عرفك ما عرفنا اللي يخلق بهم شنو هلا بدنا نسولو عنه وخيرت بيك عملتي هي والله إلا وخيرت بيك حتى وخيرت بولاد خيلان هما اللي أخوالي أنا على كل حال هو لا فضل للعربيين على عجمين إلا بالتقوى غير ما خارق رقاش لا ينسمبوه والله تسمع قبيلته ما تحمجلها
يا غير ماني متحمس لحد منهم سارق، ولاني متحمس لحد راضي، ولاني متحمس لحد خاين، ولاني متحمس لحد على شي خاسر. مين اللي هم الصقع اهليان اللي منهم قادر والله منهم عدل شي خاسر والله منهم قاعد لا بيع تراب وماني مرق في شي تراويه متقاد عندي هو ما نعرف شو. وبالنسبه للبات ما خارق رقاش لا تسولوا عن بوه، ما قال لك انه هو الكاتل كبولان الى عاد بوه مية تحت مفرد مكفي عليه عند خالفة خيمه، ما لك لا تسولوا عنه، ما قال لك المرحوم كان ذاك الوقت متبارك عد العمليه وعقبه انفجرت عليه القنبله، معناه ان الصحق ما خارق رقاش ما يبقى له يبقى دمه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهليكم وأنا خير لأهلي لا ولا فقرة، معناه ما خارق رقاش يبقي يسمال وطير شاركوا عليه الشوش قال له وأنا هذو أهلي وكابر بيهم، حد يبقيني ومحترمني يحترمهم على جريمتي، وحد ما اللي لا هي مقطط دونهم لسانه لا يجبرني أنا دون البيت ربوني يحمي ولاني راني لكم فاضة بعد، وحد سائلهم أنا سائلي غير قاع ماهم الحد على الطريق قد حد ينصرهم على قضيتهم العاجلة يعملوا بمنشور على الفيسبوك ما تخسرش بويا ماني مطلعك طلعك خشبة بويجي، قد حد منهم قدام الناس كاملة ينصرهم ويقول انهم مظلومين ويكتب عنهم منشور كي عدلت العالم الصقع كامل عاجي ما قد يعدلها يقد بعد على الأقل يسلكوا يعطوه العافية مدة مستعمرة لها 40 سنة مزروقة فرق قدخل يقد بعد حد يا أخوتي استراح من أقار نحن ما من السلاكة صراحة. على كل حال لين نرجع لهذا الموضوع اللي كنا واحلين فيه قبيل قال لي شي من خلق انه دور يشارك معنا يطلع ولين نحاول نطلعهم معنا. المهم ان اليوم فوتنا بدا في اضافة الاشخاص لا يعود الصوت ما تنافع يعود الصوت ما تبكشين، لذا حد منكم يبقى يطلع معنا يتفضل يكتبها لي توف تعليق انه نضيفه معنا. اها وحملتي هي مشي لطلب انضمام البث راني نحاول نضيفك ان شاء الله تعالى. طارق محمد ما عرف طلع اكثر على قاعد بسري لا تبقى تتكلم ما يقعد حدا يتكلم وعندك حريه التعبير انك لا تقعد لي انا هوك بك القصير وتقول لي طلع لي ها ما يدرك اللي اكتب اسمي دور يطلع له انا اصدقائي تامي ومصطفحات ثاني الصفحه الرسميه الكبيره قاع خاسره ولاش مصطفحات كل واحد منهم المختار المعتصم ها واحد هون قال انه يبقي يجبر بلا صرف النوادي والمواد الغذائيه قلت لك ما نعرف ناس خاليه الجوع اللي عاد ما تبقى تجارتك تطاير ما قضت من الكران ما ذاكم ما ذاكم عندي قدر من الصفحات من 4 ولا 5 هاي صفحة ثانية قال هاي صفحة دور تجبر هذا الكراية هاي صفحة ثانية صفحة ذيك تعرف فيها كنت قلت لي فارك انقفلت والثانية مولي دائما تنقفل كانت مقفولة كيف تنعرجها شو رأيك فيها فرقا انت تدخل شاهد البث وانا قاعد بزرك ليه تفرق كونكسيون هانيك الى عاد شايط عليك حولها لي انا هذه انا بقعد شهد ولا مو مهم ما في مشكله ما في مشكله الله يحفظك والله
والله تقولوا جزاكم الله خيرا، حد يبقى يطلع لا يمشي لي طلب انضمامته. استعداد أه. يا هو جمهور انا توم بيضوا معنا الخرب، ما في حد قاعد قاعد جنبه قريب اللي بيجي شوي غير كونكسيون ولا شو؟ لا لا بس ما في حد قاعد جنبه.